بدأنا منذ حوالي نصف ساعة باستقبال أهل الحجاج القادمين للعبور الأراضي التركية ومنها للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. من المتوقع أن يبلغ العدد اليوم حوالي 300 حاج سوف يتوجهون من الأراضي السورية إلى التركية ثم إلى مطار غازي عنتاب. طبعا نحن الآن في صالة المغادرة في معبر باب الهواء الحدودي حيث يتم استقبال الحجاج ومطابقة وثائقهم الشخصية وتم تفتيش الحقائب والأمتعة وتسجيل حركة مغادرة لهم من الأراضي السورية للأراضي التركية. الحمد لله شعور لا يوصف، شعور الحمد لله مغمور بالسعادة والفرح والسرور، وإن شاء الله هاي رحلة العمر يعني هاي اللي الله إداء فريضة من فرائض اللي الله سبحانه وتعالى افترضها علينا، ولله الحمد ولله الشكر والمنة، وإجراءات كانت ميسرة وكويسة وجيدة، والله يبارك فيكم الجميع إن شاء الله. والله أنا أدعي أنه الله سبحانه وتعالى بالفرج للأمة كلياتها إن شاء الله، والله إن شاء الله ينصرنا على كل أعدائنا إن شاء الله وعلى كل ظالم. سجلت اولا بجمعيه البهاء والنقاء فمن علي، وقدمنا الاجراءات اللازمه كل ما يطلب منا اوراق رسميه، وبعد اذن الله بالفرج فمن علي وجهزنا حنا، وكنا فرحه كبرى اخيو لان بلقاء بيت الله المقدس. والله عندي دعوه الله يفرج عن الامه الاسلاميه وعن سوريا بشكل خاص، ونرجع ان شاء الله كل مين راجع لبلده امن سالم غانم رافع الراس.